من ألمع نجوم منصة حي النهضة هذه الثورة بمهرجان موازين نجمة الأغنية اللبنانية أو شمس الأغنية اللبنانية كما يلقبونها الفنانة نجوى كرم. نجوى وصلت هذا المساء إلى الرباط استعدادا لحفلها ليلة الغد بمنصة حي النهضة بالرباط. والله بودي اني اجي على طول، ولكن لما تمت الدعوه من كل قلبي حبيت اجي لبيها، لانه انا بعرف محبتي للجمهور المغربي العزيز وبعرف محبتهم الي، ف من كل قلبي انا جاي على المغرب، وفرحتي ودموعي بهالاستقبال صراحه ما بتوصف ابدا. شنو الممكن، شنو اللي موجود المحضر للجمهور المغربي؟ ان شاء الله كل شيء حلو قديم وجديد ان شاء الله كله. شفت باش نشوف نجوى كرم، كلمت على نجوى كرم، كلمت على نجوى نجوى كرم هي كل شيء في الدنيا. وين نجوى جايين تغميم؟ كاين مفاجأة بزاف فنانة كبيرة، الأغنية العربية واللبنانية نجوى كرم، واليوم المغرب غيضوي بشمسنا الكبيرة نجوى كرم، وكيف نجوى نجوى بوغ توجور. على فكرة نجوى كرم بغينا نلعبوا بها ونقولوا لها احنا ريال بحال بلادك، وأنا نجوى كرم من تين سويرة، جاية من تين سويرة. هيدا حبيبي هيدا كلام هيدا عشق هيدا حكي هيدا كلام هيدا عشق هيدا غرام. بكوني والله صراحة، ببكوني وبغنوني وفرحوني قلبي. شكرا كثير، شكرا لهالاستقبال. تحملينا في مفاجأة الجمهور. إن شاء الله دايما مفاجآتنا هي صوتنا وجديدنا وقديمنا وكل محبتنا من وطن لبنان لكل الجمهور المغربي الحبيب. هيدا عشق أذكر بأن الفنانة نجوى كرم ستغني ليلة الغد بمنصة حي النهضة بالرباط.